يقوم فيها عشان يحافظ على نشاطه ويساعد في سرعة الحرق خلال اليوم. رح ننتقل مع بعض مع الكابتن مجدي طه، وبعدها أكيد رح نكون مع المخرجة وداد شفقوج. خليكم معنا. مرحبا مره ثانيه معاكم الكوتش مجدي طه، خبير الصحه واللياقه البدنيه. بنتابع سلسله الحلقات اللي احنا عم نحكي فيها عن تمارين اللي هي الكومبلكس وتمارين الصحه وتمارين اللياقه والنصائح والتيبس اللي بنعطيها لكم، سواء لستات البيوت سواء للشباب سواء للمشتركين بالانديه الصحيه، عن كيفيه اداء التمارين، عن كيفيه تحسين الجسم، عن كيفيه تحسين الصحه الموجوده عندنا، عن كيفيه تحسين اللايف ستايل اللي هي حياتنا، خليها تكون افضل واحسن واللياقه عندنا والشيب تبع جسمنا يكون افضل كثير. اليوم يمكن الحلقه الماضيه او اللي قبلها كنا نحكي عن تمارين الليجز اللي كومبلكس اكسرسايز بالنسبه لللور ليمبس، اليوم حنحكي عن تمارين الباك. نحكي عن ثلاث تمارين الباك، هذول من التمارينات الاساسيه اللي نعملهم في النادي. المشكله في هذا التمرين يمكن صعب شوي انه نعملهم بالبيت، ما عدا تمرين من احد التمارين طبعا حذكره واحنا عم نعمل فيه. طبيعه هاي التمارين بتحرك عضله كثير كبيره عندنا بالجسم، هي تمارين هي عضله الباك اللي عضله الظهر، لا تسمس دوريساي، الرامبويز، السيريتس انتري، هي طبعا اسماء لاتينيه، هاي الاسماء العضلات الموجوده عند منطقه الظهر. عضلة الظهر كثير مهمة جدا لانها لعمليه شد الجسم الموجوده عندنا بالتناسق مع الجسم، ما في عندنا عضله مهمه او عضله غير مهمه بالجسم، جميع عضلات جسمنا مهمه، جميعهم مرتبطين ببعض. طبيعه الجسم اتس وان لينك، بيحكوا انه خط واحد مرتبط، سلسله مرتبطه ببعض، ما بامكاننا نعمل نقوي هذه الحلقه ونضعف هذه الحلقه، لانه باي لحظه من اللحظات الحلقه الضعيفه ممكن تنكسر وبالتالي جسمنا ينهار. لازم ندرب جميع جسمنا، ما نركز على عضله واحده، نركز على جميع عضلات الجسم، سواء تشيست، الباك، الشولدرز، الليجز، حتى اللياقه القلبيه موجودة معك، كثير مهمة لنا للتقدم بالسن. اليوم برحب بسامح معي، كيف حالك يا سامح؟ حنعمل تمرينات للظهر، لأن نعمل تمرين ظهر اسمه الفرونت لات بول داون. طبعا سامح بيلعب بالجيم منيح، طبعا هو مبين على جسمه ما شاء الله. سامح نعمل الفرونت لات بول داون، هو تمرين سحب الظهر الأمامي باستخدام هون. سامح نبلش، نقعد على التمرين اللات، نوازن ايدينا ويجو داون، نعمل لي ثلاث أربع تكرارات فرونت لا واسحب لات صدر. طبعا لا ننسى واحنا عم نعمل بالتمرين كثير مهم بالنسبه لنا انه نتنفس، ناخذ نفس ونخرجه، ناخذ نفس عن طريق الانف نخرجه عن طريق الفم. جو اجين ستارت، اذا بنلاحظ عم بشد عندنا منطقه اللاتسماس دورسي بسحب للاسفل، واكثر من مجموعه عضليه عندنا منطقه الباك اجين، كثير بحسن عندنا الاداء. طبعا هذا التمرين فيه عضلات مساعده لها اللي هي عضله البايسبس، وعضلات مثبته زي عضله الشولدرز، وعضله مضاده كعضله التشيست. هذا شيء موضوع ثاني بامكاننا نحكي فيه لقدام، اللي هي العضلات او المجموعات العضليه اللي بتكون شغاله اثناء التمرين. سامح ريح شوي شوي، بنرجع الوزن شوي شوي، بنركز بهذا التمرين، لازم نكون محمين. طبعا مش بس هذا التمرين، جميع التمارين لازم نكون عاملين الورم اب زي ما حكينا بالحلقات السابقه، عاملين اللي هو الكارديو اكسرسايز 10 دقائق لربع ساعه، عاملين ستريتش قبل الكارديو اكسرسايز، بلس ان عم نكون عاملين تحماي باوزان خفيفه للتمرين اللي احنا بدنا نعمله هذاك اليوم. بعد ذلك بنبلش بالاوزان شوي شوي نشتغل عليها. التمرين هذا زي ما حكينا ممكن صعب شوي انه نعمله بالبيت لانه بحاجه لماشين والاخر من الامور. التمرين التالي بنحكي عليه اللي هو البول اب، اللي هلا حنروح عنده. سامح روح عند التمرين البول اب. التمرين هذا بامكانك تعمله بالبيت، كثير ناس بتكون تلاقيه حاط عصاي ولا حاط ستيك ولا جايب من محلات رياضه شغله بعلقها بين الباب او الاخر من الامور، بامكانه يستعملها. هذا التمرين بنسميه احنا التمرينات الاساسيه، سواء هو سواء السكوات او حتى الديد ليفت. هذول الثلاث تمارين هذول اكثر تمارين مهمه للجسم، السبب انه بحرك مجموعات عضليه كثيره، مش مجموعه عضليه واحده، مجموعات عضليه كثيره، وبالتالي الفائده تبعته على اللونج تيرم كثير مهمه. بحرك عندنا الباك، الباي، شولدرز، الابس بتكون مشدوده، التشيست بكون مشدود، وبالتالي البنفيت تبعه جدا عاليه للناس اللي ما بدوروا على الضخامه العضليه، بدهم يلعبوا لهم اربع خمس تمارين بس مع شويه تمارين كارديو ثلاث اربع مرات في الاسبوع، بامكانه يستخدم هذا التمرين لانه حيحصل على فائده كثير كثير عاليه. سامح نمسك البول، اوكي، عملنا ثلاث تكرارات، شبك الرجلين، نتاكد انه عم نتنفس، اب وان اجين، طلع العضله كيف عماله بتشد معنا. كثير تمارين متعب، التمرين هذا اوكي كثير ممتاز، ريح. التمرين هذا انتي جرافيتي، يعني مضاد للجاذبيه، بدك تسحب جسمك ضد الجاذبيه، بتلاقي انه سامح وزنه ما شاء الله عالي، طبعا عضل مش فايت ما شاء الله، عرفت علي؟ كثير بكون متعب له، وكثير حتى ممكن يكون اساسي له لانه وزنه ما شاء الله عضلي ماسكيولر بادي بيلدر، هو بحسن اداءه وبحسن الشيب تبعه. ممكن لسامح بالنسبه له هذا تمرين، بس بالنسبه لغيره بكون هذا ورم اب، حسب طبيعه الجسم وحسب القدره البدنيه اللي هي موجوده عنده، وحسب الهدف اللي هو بده يمشي عليه. الان نروح على تمرين ثالث، بامكاننا انه نستهدف
الجيم بلده لتمرين لعضله الباك. بيستخدم يعني هذا التمرين لعضله الباك، التمرين احنا نعمله الان حيستهدف منطقه برضه اللاس، حيستخدم عندنا منطقه السريت سنتر، المنطقه الخلفيه عندنا بالظهر هنا برضه اللور باك، حيكون عندنا عضله مثبته بلس زي ما حكينا قبل شوي العضله المساعده حتكون البايسبس. سامح نروح على السيت درو عندنا هون مع بعض نقعد هون. هذا التمرين نكون شوي حذرين فيه، حذرين فيه ليه؟ إذا عملناه بطريقة خطأ ممكن لا سمح الله طبعا احتمال يصير عندنا إصابة أو شد عضلي، خلينا نحكيناش نحكي إصابة، نحكي يصير عندنا شد عضلي أو تمزق خفيف أو بالتالي الأوزان اللي نحطها على هذا التمرين بدها تكون شوي حذرين فيها، متأكدين إنه حنرفع هذا الوزن بطريقة سليمة. ثاني شيء لازم نكون متأكدين جدا إنه الجهاز مثبت بشكل كامل 100%، ما في عنده مشاكل أو محطوط بطريقة خطأ لا سمح الله، لأنه إذا أنت سحبت الوزن وكان الوزن محطوط بطريقة خطأ ممكن يسبب لك إصابة إنك توقع لورا، الوزن يتحرك لاتجاه جسمك إلى آخر من الأمور. الشغلة الثالثة المهمة بهذا التمرين إنه الأبس لازم يكون عندنا مشدود، مستخدمين الرجلين عندنا إنه مشان يثبتونا مع الجهاز. ثالث شغلة البوستشر عندي اللي هي الظهري مع الشست لازم يكون مشدود كامل وفارج رجلي بشكل كامل. سامح أكيد أنت عارف التمرين بس نوري المشاهدين كيف نعمله. مد رجلينا، نسحب الوزن بطريقة سليمة 100%، مد رجليه شست أب، ظهر مشدود عندنا، الأبس مشدود عندنا، هيسحب لنا مرة اسحب أوكي ممتاز. طلعوا كيف وضعية الجسم متناسقة، الشست مع الباك مع الأبس مشدود، البايسبس زي إذا بتلاحظوا عندنا هون مشدود كثير ممتاز. العضلة الرئيسية هي منطقة الباك، الباك زي ما نلاحظ عندنا هون كثير مشدود عاطي منطقة كيرف، وبالتالي بيعطي عندنا أجين البوستشر اللي هو النوع اللي خلينا نحكي الأناتوميك بوستشر اللي هو الوضع الصحيح للجسم، وبالتالي بحسن شكل الجسم عندنا بعد أسابيع متقدمة. خلينا نحكي زي ما حكينا مرات سابقة 6-8 أسابيع للأمام كثير ممتاز. هلا في عندنا وأكيد سامع بيعرف هذا الكلام طريقة ثانية لعمل هذا التمرين، في كثير من الشباب بتحب تعمله إنه تستخدم اللور باك، لنستخدم اللور باك والدوي أوكي ممتاز أب. الاختلاف بين هذول التمرينين انه التمرين الثاني اللي بنعمله الان بيستخدم عندنا اللور باك مسل بشغل لنا اياه، بس هذا للناس البيجنر او الناس خلينا نحكي مش محترفين ما بحب يستخدموه، لانه اذا ادوه بطريقه خاطئه حيسبب لهم نوع من الشد العضلي الستيف والمسل سبازم الشد العضلي، لانه ما بتكون عنده مرونه بالعضله، ما بتكون عنده ليونه بالاربطه والاوتار موضوع جلده عندنا بالعمود الفقري، وبالتالي حيشعر بالام بهذه المنطقه وبالتالي ممكن ما يستمرش بالنادي بالاسابيع القادمه. سامح نرجع الوزن شوي شوي كثير ممتاز احسنت. طبعا برجع باكد على موضوع التنفس ما ننسى التمرين هذا زي ما حكينا نعطيه للادفانس اذا بدنا نعمل له فاريشن شو يعني نعمل له تنويع مشان ما يشعر بملل بالنادي بعد اسابيع بعد اشهر بالنادي، بيحتاج لتغيير التمارين لاسباب عديده انه منها تغيير الزوايا، منها تحفيز جديد للعضله، منها نعطي الفورم النهائي للعضله. طبعا هذا الحكي نحكي لمراحل متقدمه يمكن انا بعطي هاي المعلومه، ولكن مشان هي الشخص او الست او الشاب اللي بيجي على النادي بيستعمل هذه التمارين يعرف هذا الحكي انه تمرينك ما حضل ثابت عليه على طول، تمرينك لازم يتغير من كل 6 أسابيع لـ 8 اسابيع، هو يفضل كل 8 اسابيع لتغيير الزوايا، لتغيير الموتور باترن، لتعمل الموتيفيشن جديد للعضله، تحفيز جديد للعضله وتحفيز جديد للنيرفز الاعصاب الموجوده عندنا بالعضله، عرفت علي؟ وبالتالي جسمه كثير بتجاوب مع التمرين وبصير عنده فائده كثير عاليه. اليوم حكينا عن تمرين الباك، ان شاء الله بالحلقات القادمه حنحكي عن العضلات وعن تمارين اكثر وفائده اكثر ونصائح اكثر لكم. معكم كوتش مجدي وان شاء الله بشوفكم المره الجايه.